كنت في جامعة يعني، وكان في دفن وفي جنازة في الوقت ده، وكان في ناس ياما. وقفنا في الطين عشان نصلي الظهر، كنا بنصلي بالإيماءات كده، ما كانش فيه طريق نصلي الصبح. كنا واقفين في الشارع وما كانش فيه مكان نصلي فيه إلا في الشارع عشان الصفوف متساوية، كنا بنصلي بالإيماءات. الصلاة دي يعني لماذا لم تسجدوا؟ أنا سجود على الطين. ما هي المشكلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أريت ليلة القدر ورأيتني أسجد في ماء وطين، وسجد وأمطرت السماء وسجد كما جاء في الرؤيا. نعم، يكون هذا الصلاة تاني كده؟ آت صلاتك. نعم، شكرا لك. الله يسلمك.